من القاهرة الآن ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا بحضرتك. هذه مسؤولة تنضم إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين الأمميين والدوليين الذين وفدوا خصيصا لهذا الغرض، للتعرف على طبيعة سير الإجراءات الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. ماذا عسى ذلك أن يغير في نظر المجتمع الدولي لطبيعة الطرف المعوق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؟ صباح الخير استاذ احمد. بكل تاكيد هذه المبعوثه الدوليه اول زياره لها بعد تكليفها بقرار مجلس الامن الاخير في 8 من ديسمبر، بناء على المشروع العربي الذي تقدم به دوله الامارات، وحظر التوفيق وتوافق دولي في ذلك الوقت بانشاء اليه دوليه جديده لاصلاح دخول المساعدات. واعتقد انها بالفعل صدرت الطلب الامس، والتقت بالسيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري، عرض عليها كافه التفاصيل وايضا تصور شامل وكامل للجهود المصريه المبذوله على مدار الساعه منذ 7 من اكتوبر حتى اليوم، اي 103 يوما في الجهود المدنية تقوم بها الدولة المصرية من أجل توفير المساعدات والقوافل الإنسانية والقوافل الطبية وما قدمته مصر وما سوف تقدم عليه في قادم الأيام. وأعتقد أنها لديها درجة كبيرة من الإلمام الكامل بتفاصيل المشهد قبل الحضور إلى صباح اليوم إلى معبر رفح، وأيضا زيارتها إلى كثير من بعض الأماكن المخصصة لشحن المساعدات والقوافل بعد زيارة ما يقوم به وفد الصليب الأحمر المصري الذي من لعب دورا كبيرا على مدار الأشهر المالية الثلاثة الماضية في توفير كافة الاستحقاقات الخاصة بنقل المساعدات المصرية واستقبال مساعدات الأشقاء والدول العربية والأجنبية. وأعتقد أن هذه الزيارة بلغت الأهمية في أول زيارة للمسؤولة الأممية للاطلاع بنفسها ورؤية ما قامت تقوم به الدولة المصرية. لا تنسى أن 80% من المساعدات التي قدمت على مدار 3 أشهر وأكثر حتى الآن هي مساعدات مصرية في المقام الأول، بالإضافة إلى الجهوزية المصرية العالية في استقبال وأيضا تلقي كثير من المساعدات الدولية وتوفير كافة وتسديد كافة العقبات من أجل دخولها إلى الجانب القطاع غزة، وأيضا الاطلاع بصورة كبيرة من قبل المسؤولة الأممية، خاصة أنها ستتولى هذا الملف حتى يكون هناك وقف إطلاق النار بناء بمنطوق قرار أمم مجلس الأمن الصادر في 8 من ديسمبر من العام الماضي. وبالتالي هذه المسؤولة لديها مهام كثيرة، وأعتقد أنها أحيطت علما بالأمس واليوم خلال زيارة معبر رفح وأيضا أماكن مقرات استقبال المساعدات وأيضا الشاحنات الخاصة بدخول المساعدات حتى يكون لديها بينة كاملة وتنقل في تقريرها الأمم المتحدة وحتى في الجلسات المرتقبة للأمم المتحدة ما شهدته وما رأته من الجهود المصرية، خاصة أنها أثنت على جهود الصليب الأحمر المصري والجهود المصرية ورأت عشرات الشاحنات، إن لم يكن عدة عشرات المئات من الشاحنات تصطف في طوابير طويلة تجتاز عدة كيلومترات في محاولة للدخول إلى قطاع غزة. وأيضا سيكون لديها بينة كاملة واطلاع على تفاصيل المشهد والجدور والجهود وأيضا الزخم الذي أحدثته مصر في محاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة الشاملة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي. هذه خطوة جيدة، وأعتقد أن لديها الآن صورة وافية وكاملة رأت وشهدت على رؤوس الأشهاد المجتمع الدولي شهدها الآن من خلال نقل قناة القناة الإخبارية لتفاصيل هذه الزيارة وهذا الانفراد. وأعتقد أن هذا الأمر سيكون لديه مدلول إيجابي في ضرورة أن يكون هناك بالفعل استمرار الضغوط الدولية مع الجهد المصري وتنسيق الجهد المصري والأمم المتحدة في ضرورة أن يكون هناك بالفعل حظوظ أوفر لكافة المساعدات والقوافل الإغاثية والإنسانية، إضافة لأنها سيكون لديها أيضا اطلاع كامل على مئات عشرات المئات. بخصوص هذه النقطة أستاذ أشرف، الجانب الأكبر إن لم يكن الجانب المسؤول بشكل كامل عن شح وقلة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي بحكم العراقيل المادية والواقعية التي يعكف على وضعها تباعا للحيلولة دون وصول نفاذ كامل آمن ومستدام لهذه المساعدات. هل من شأن أو من سلطة هذه المبعوثة أو هذه المنسقة الأممية أن تبحث تقديم آلية ما تقر من جانب مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال هذه المساعدات، وهي التي شاهدت رأي عين حجم الشاحنات المتراصة التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة؟ بكل تأكيد هذا الاختصاص منطوق القرار الصادر للأمم المتحدة في 8 من ديسمبر الماضي، هو الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن عين لهذه المهمة، سيكون لديه كافة تفاصيل الاطلاع على تفاصيل المشهد فيما قدمته وتقدمه مصر، وفي الجانب الآخر ستضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالجانب المعركي والجانب الإسرائيلي وما فعلته إسرائيل منذ 7 من أكتوبر حتى هذه اللحظة وعمليات الشح والتقليل ورفض دخول هذه الشاحنات على مدار أكثر من 100 يوم بالرغم من الجهود المصرية الضخمة وتسديد كافة العقبات ورفض
كل العقبات الإسرائيلية سيكون لديها بالفعل وضع آلية جديدة بالتوافق مع الأمم المتحدة، وأيضا إطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال الساعات والأيام القادمة بعد أن تنتهي من الجولة الأولى اليوم في معبر رفح، غدا ربما عصر اليوم ستكون في الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي، سيكون لديها إطلاع تفاصيل، ستناقش مع كافة المسؤولين في الجانب الإسرائيلي دورات أن يكون هناك بالفعل خطوات إسرائيلية ملتزمة وجادة طبقا لقرار مجلس الأمن الصادر في 8 ديسمبر، وأن يكون لديها درجة كبيرة من الإشراف على دخول المساعدات، خاصة الجانب المصري وفر كافة الاستحقاقات والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية الخاصة بدخول المساعدات وما تتحمله ويقوم ويفوق الخيال من قبل الدولة المصرية. أعتقد أنها على رؤوس الأشهاد على مدار 3 أشهر حجم ما زالته مصر في هذا الشأن، وبالتالي سيكون لديها رغبة في ضرورة أن يكون هناك بالفعل إلزام للجانب الإسرائيلي والعودة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لإمكانيات بلورة كثير من الآليات على وجه السرعة حتى يكون هناك بالفعل دخول ونفاذ لهذه المساعدات إلى قطاع غزة، وأن يكون هناك إشراف دولي والتعاون مع كافة المنظمات الدولية الإغاثية، الأونروا وأخواتها في قطاع غزة تعاني كثيرا، وأعتقد أيضا أن هناك بالفعل إلمام كامل من قبل المجتمع الدولي بحجم ما مارسته إسرائيل من عراقيل وتحديات. وأعتقد أن الجانب الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي قال أنه يتواصل مع القيادة المصرية وبعض دول الإقليم لدورة أن يكون هناك استمرار لهذا الجهد في دخول المساعدات والتواصل إلى صيغ تفاهم بشكل عام في إطلاق النار، وأيضا عملية قيادات الأسرى والسجناء لدى الجانبين، وأن الجهد المصري جهد أعتقد أنه الجميع باستثناء في المجتمع الدولي على دراية كافية أن مصر تحملت الكثير وما زالت تتحمل وتلعب دورا كبيرا فتح ثغرة في جدار هذه الأزمات التي تصنعها إسرائيل في محاولة لتوفير الدعم وإنقاذ الشقاء في فلسطين بالإضافة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يعرف بالمخيم المصري داخل خان يونس وفي منطقة رفح الفلسطينية. كل هذه الجهود متواصلة على مدار الساعة، ستقوم وتبذل القاهرة دورها لأن لديها بالفعل التزام تاريخي أمام الإخوة في فلسطين، ونحن سنتابع الانطباعات التي ستكونها كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الأمر في قطاع غزة حتى تنهي هذه الزيارة بمختلف مراحلها. شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.